من نسي التشهد الأول في الصلاة، السائل يقول: هل يكتفى بسجود السهو لمن نسيه يا شيخ؟ ومتى يكون السجود؟ ثبت في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين، فلما قضى صلاته وانتظر الناس وتسليمه، قام من ركعتين يعني ما جلس التشهد. فلما قضى صلاته وانتظر الناس وتسليمه سجد سجدتين. نعم. ثم سلم. فدل هذا على أن القنوت لترك التشهد، عفوا السجود لترك التشهد الأول، يكون قبل السلام. قبل السلام. وهذا ما أخذ به الإمام مالك في كل نقص في الصلاة، نقص نعم. فعل من أفعال الواجبة في الصلاة يكون السجود له قبل السلام، هكذا ذهب الإمام مالك. نعم. وهو واضح من حديث عبد الله بن بحينة في هذا الخصوص، وهو أنه ترك صلى الله عليه وسلم الجلوس للتشهد فجبره صلى الله عليه وسلم بسجدتين وقعتا قبل تسليمه صلى الله عليه وسلم.